بدنا نشوف شو اخباركم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وتشوفون كل عام وانتم بالف الف خير. ان شاء الله يديم عليكم الصحه والعافيه والسلامه وتكون كل سنه وياي ان شاء الله. هذا ثالث عيد شو وياي لكم فيديو هيجي مختلف، هي جبتي للعيد او مشتريات للعيد الاضحى المبارك. فحبيت هيك اشارككم بالملابس والاشياء، فخلينا نبلش بلعب هالفيديو. سووا لايك للفيديو واشتركوا القناة إذا ما مشتركين بالضغط على زر سبسكرايب. الموجود جوا الفيديو الأحمر وهم عشان تفعلوا زر الإشعارات لو تفهم كل شيء جديد. شوفوا الفيديو تخلي نتفرج معي أجي وكذا سناب شات دائما نسولف فيه وما طول عليكم ويلا نبلش هالفيديو. يعني ملابس فما اخترت جاهية بشكل بعيد. أول شيء اخترت هذا البديز اللي كلش حبيته، شوفوا الشكل الحلو اللي هذا الشكل. أنا لبستي بأبيض قليل كلش، يعني كلش قليل، فحبيت أشتري هذا العيد في أبيض حلو ونازل نفس الوقت وكيف حبيت الديكور الموجودي. فهاي موليا حلو ولا مو حلو؟ هذا القميص كلش حبيته طويل، يعني يوصل شوي شوي تحت الركبة، لون اصفر ومخطط بأبيض. حسيت هذا اللون كله سبايسي وهالايام تقريبا مجهولة يعني، فحبيت اشتري فيه شيء يعني، بما انه انا ما عندي لبس اصفر ابد، يعني ملابسي ما بينها اي شيء اصفر ما عدا غير باقي واحد اصفر، يعني ما ادري ليش من الالوان فاتحة ما عندي. حسيتها سبايسية وشدادة، هذا اللون اللي مخطط بأبيض بأصفر عفو. فهذا ننتقل لثالث شكل، كل جوا حلو ولا لا؟ بس ما ادري شوفوا حلو. هذا التيشيرت اللي حطيته لون اسود، مكتوب عليه سكابر بالانجلش بالصورة اصفر. حبيت كل شيء يعني هذا التيشيرت، يعني عجبني. وهم الاثنين مناسب كل شيء حجبات، يعني طويل شوي تحت الركبة. ف طويل نعم. احنا ننتقل الرابع لبسه، شوفوا لبسه سناتير، بما انه انا اشتغل سناتير فاول شيء جبت هذا الجينز، ما ادري مصورت فيها قبل لو لا، بس انا اشتريته قبل فترة يعني قبل فترة العيد، فكلش حبيت شكله المنشور يعني حبيتناه. ومن جوا شوفوا، طبعا انا لابس سناتير بس حبيت اشوفكم يوم من ثلاثة الوان وانا فاشلة، كلش حبيت هذا يعني انت عدل من سوبر فاين تقريبا، بدي انه يعني ربط بالضبط ربط. راح ننتقل للسيل المنطلون الاخر وخليكم وياي. فهو هذا السيل في العشاي، شكله من سوبر تقريبا هما ثلاث سكين، وفي نار هذا الغيطان وفيديو من جوا صغير بلاستيك بس قوي. فكلش حبيت هذا شكل الديزاين، كلش حبيته وحبيت شلون ما عندي. فقيمي كلش حبيته يبو شاد، فكلش حبيته. فهو اسود تقريبا معجوب فيه كيفكم تعرفوا، فيصير هما شي من فوق بلاستيكي ما ادري شو السالفة كلهم هيجي. وندور هما شي بس قوية، ما قوية اكثر من ذاك. جينا نفس الضيوف جيف، طبعا الشيء مو حلو ما حبيته دي انه هو يعني وين ما تقعدين تقريبا هيك في الجدع، يا انه بس تقعدين على مثلا تشتي مفروشي مثل زورية او هيك يصير حالي هاي تقريبا ندى هاي اللي ما بسنا افهمكم اياها، بس تصير قبل عليها خيط لو شي يزد. هاي الشيء ما حبيته. هيك نورة كلش حبيتها، اشتريتها ما كان قبل العيد بفترة، لبستها مرة واحدة وأخذت لكم بها صورة، بس أخذت هاي النورة هواي الصور فعبالكم أكيد قديمة. شلنا بها فتحة وشتيها ماشي مفاجأة كيف كلش حبيتها، وحتى اشتريت لكم من اشتريتها وعلى انستغرام كون واحد وياكم. فتعالوا هناك تعالوا نسولف تابعوني سولي فولو. راح ننتقل قائد في الأحذية، خلي بكم الجنطة. شريت هاي الجنطة صفرة تقريبا، هي ملابس صفر هذا شكلها، حمت على هاي الماركة
بس يبغى كذا وايد في مشكلة بيد، أنا حبيت بيد أكثر، فهذا كذا نقول سواء فيها جرايد نافخ فيها جرايد، فكل حبة ثانية خلاص كلها أسود، كل نزاكة نزاكة يعني نزاكة يعني كل ما تبدأ ممكن تعرف تهديها. حبيتها ترهم كل التكسار سودة وبها ذهبية، ف حبيتها صدق يعني صدق حبيتها. اكتبوا لي رايكم اياها يا جنب احلى. طبعا نص الملابس بعد نوعها الاصفر اللي حبيت شكلها من هاي الماركه. هما زين ماركه الحذاء للساعه ما جبته اليوم في الليل اطلع اديله، فاعذروني اذا ما سويت لكم اياها اشوف اسوي على انستغرام. أشوفكم يا على الانستغرام لو متابعيني راح اشوفكم. سلام، خلاص الفيديو هذا اليوم يا رب. ها طبعا نسيت اشوفكم الاكسسوارات، هما كان جو يا رب يعني صدق استعد الفيديو، بس حبيت يعني ما خلص هذا الفيديو يا رب ان شاء الله استمتعتوا وياي. اخر مره وعدت عليكم الفيديو كل اشتركوا بالقناه، واذا تحبون تشاركوا هذا الفيديو لاصدقائكم. باي باي بنات، اشوفكم بالفيديو الجاي. سيو، حطوا لايك هسه، لايك لايك، شوفوا لي كمان، تعالوا نرسم، باي باي.